جميل، البلد. من غير ما تثير المسألة كل هذا الخلاف المجتمعي، يعني هنا راجع للدكتور علي سمان، إذا كان الأستاذ سليمان ركز على فكرة السياسة والحوار السياسي في مرحلة نحتاج فيها لده، لأننا على وشك استحقاق جديد. حضرتك أمضيت سنوات طويلة من عمرك في فكرة الحوار بين ما بدأ أنه متناقضات، حاولت أنك تلعب على نقاط الالتقاء بين الأديان وبين الثقافات، فن فكرة الالتقاء في منتصف الطريق، هل هو فن موجود في ثقافتنا؟ وإزاي نقدر ننقله؟ إزاي نقدر نسمع بعض ونصل إلى حوار مجتمعي يقود إلى حوار سياسي أو حتى العكس؟ هو لدى البعض، وعلى فكرة بدأوا يبقوا كتير فعلا؟ ربنا يطمنك يا دكتور. على عكس ما يمكن أن يقال، لأن أنا بس عاوز أتوقف قدام النقطة اللي أنتوا أثرتوها كلمة انتخابات واللي حصل، يعني عايز أقول لك انتخابات البرلمانية القادمة، وحيث أنه قال عشت في أوروبا مش عارف 35 سنة، مش كده بقى؟ لا ما قلتش لك من لا هو حضرتك اللي اعترفت لوحدك. ما أنا بساعد بس. الانتخابات اللي جاية دي، عشان أصارحك، وأنا مرة قاعد بتكلم مع العزيز عمرو موسى بعد الانتخابات فقلت كلمة خير يعني في الانتخابات فقط عشان نقفل الدوسيه ده. خلاص انتخابات الدستور خلص وحنصوت عليه، بدل ما نخش في جدل يأخرنا. إنما بيني وبين نفسي كنت غير سعيد بنقط كتيرة في الدستور. النقط الكتيرة في الدستور دي أهمها عشان ما انتهش، إن المرحلة اللي جاية في رأيي تريد وتحتاج إلى سلطة تنفيذية قوية. اللي جاي برلمان يملك مشاكسة عالية، مشاكسة، وهيبقى له دور أعلى مما ينبغي. مشاكسة ولا هيحول السلطة التنفيذية البطة عرجاء زي ما بيقولوا في طبعا، وممكن يسحب الثقة ويسحب الثقة وبعدين باعتبار بقول كنت في أوروبا، أكبر مرحلة عشتها في أوروبا وحسيت بخطر كلمة إن تعمليها ديمقراطية برلمانية اللي هي بنسميها في فرنسا الجمهورية الثالثة وبعدين الجمهورية الرابعة. الجمهورية الرابعة دي بقى كانت لعبة البرلمان، عندي في السنة ثلاث حكومات تقع، وده اللي خلى فرنسا غيرت، وده اللي خلى ديجول لما جه قال لهم لا عمل شبه رئاسي مش هاخد الحكم قبل عمل استفتاء ونعمل بقى نظام مختلف، وجاب نظام رئاسي وقدر يحكم وقدر يخلص استقلال الجزائر اللي كان العقبة الكبيرة قدامه ان يروح لطريق اخر ويدخل فرنسا في اوروبا ونبعد عن الحاجات دي. فعايز اقول الكلمة التوقعية اللي جاية للنظام البرلماني شخصيا قليل ده وفقا للدستور ولا وفقا للوضع الاحزاب؟ وفقا لنصوص الدستور. ايه اللي قال حضرتك في نصوص الدستور وشايف انه هيعمل الازدواجيه دي ان هو بين البرلمان وبين السلطه التنفيذيه؟ ثقه من الحكومه، بس ده موجود في كل ديمقراطيه. معلش، لا مين في معظم الديمقراطيات على الاقل موجود فكره سحب الثقه، وحتى في حتى في الدساتير السابقه يا فندم، دستور نظريا 71. بتتكلمي تماما زي العزيز عمرو موسى لما انا اشتكيت له من قلقي. طب يعني على كل الاحوال يا امير زيد، فقال لي ما هو دكتور علي الديمقراطيه كل لا يتجزأ، يعني ما مش هناخد حته وحته. لا انا اللي بقول لك عليه هو المرحله اللي جايه، انا هنا بتكلم براجماتيك، اي المنهج العملي لمرحله. المنهج العملي لمرحله بيقول لي انا عاوز سلطه تنفيذيه قويه، وده ما فيش تناقض. مين اللي هيظبط اداء السلطه التنفيذيه القويه حتى لا تتحول الى سلطه بطشه؟ لا في معايير كتير، يعني في حدود فهم المتواضع يا فندم حضرتك صلح لي. لا لا لا، الاهم ما يضبطها هو البرلمان كتير. لما اقول سلطه تنفيذيه قويه مش معناها انك تقعد تسحب منها الثقه كل، وتسحبها ازاي يعني ما هياش زي ما
حبيبنا في الفيلم قال ما هياش هيصة يعني. ده فيلم ايه؟ قال ايه؟ بتاع فوضى؟ يا فوضى. فاللي عايز اقوله اذا حكاية برلمان دي عايزة وقفة. خلينا مع هذه الوقفة بعد الوقفة القصيرة اللي احنا هنتوقف عندها الآن، وبعدين نرجع مرة تانية لنناقش مع ضيوفنا لماذا يتخوف الدكتور علي السمان من البرلمان المقبل ويراه تهديدا لسلطة تنفيذية قوية، ونتساءل من أين يبدأ الحوار في المجتمع المصري.